زي مايوكارديال اسكيميك هارت ديزيز، او قد تكون كوليك، او قد تكون هيدك. اذا مهما كان الكوز اوف بين، تروما، تيومر، اسكيميا، بريشر، كلهم بيؤدوا الى ريليز اوف كيميكال زي البروستاجلاندين، وهاي ستيميوليت الفيري فاين نيرف اندينجز اللي احنا بنسميها نوسي سيبتورز اللي موجوده اول اوفر يور بودي، وفي مراكز موجوده فيها اكثر من مراكز اخرى بالجسم. ولكن سبحانه وتعالى بس هاي النيرف اندينجز اللي نوسيبتورز تصير فيها ستيميوليشن من التيشو دامج، تنتشر البروباجيشن اوف ذا نيرف امبلس. كيف يتكون النيرف امبلس؟ يتكون من الاكشن بوتنشال اللي هي الاسندنج وديسندنج ليمب. اسندنج ليمب انفلكس اوف صوديوم، وديسندنج ليمب انفلكس اوف بوتاسيوم. لما يطلع فوق بتحول ريستنج ميمبرين بوتنشال من ناقص 50 الى زائد 50، وهاي الاكشن بوتنشال بروجيشن لما تمشي وتمشي تمشي بنسميها نيرف امبالانس. باللارج نيرفز زي ما تقول الاي فايبرز، بي فايبرز، سي فايبرز، مسؤول عن كلك. الاي هي اللارجست، سرعتها 120 متر بالثانيه. في بي فايبرز في مسؤوله عن البين، في مسؤوله عن التاتش، في مسؤولة عن التمبريشر، وهكذا تنتقل. وكل ما كانت فايبرز لارج بيكون سامعيني؟ دكتور سامعين. كل ما كانت النير فايبرز كبيرة بيكون نقل الامبلس أسرع، يعني 120 متر بالثانية. ليش؟ تنتقل من الروتس اوف رينجرز اللي هي سلتاتوري جامبينج، بيصير النيرف امبلس فبصير سريع جدا. المهم لما يصير البين ويحس الانسان في البين، تطلع من بيريفيرال نيرف الامبلس هاي الى الدورزال روت جانجليون الى البوستيرير هورن سيلز اوف ذا سباينال كورد. اذا عملنا كروس سكشن للسباينال كورد، الى انتيرير هورن مسؤول عن المتر descending، احنا بنحكي على ascending اللي هي transmitted sensory sensation. اذا الascending موجودة relay in the posterior horn cells، وهناك في substantia gelatinosa layers، وتنتقل cross الى the other side spine with thalamic tract، ومن الثلمس الى الكورتيكس cortex وهو مركز الالم. هاي العملية تستغرق جزء fraction of second، ونتيجتها يتصرف الجسم، العقل المدبر، تنتقل إلى الفرونتال لوب مركز التدبير، بتهرب، بتروح الإسعاف، بتعمل إشي. إذن ولكن البرين سيلز، البرين لا يوجد به pain receptors. يعني almost 10 years ago me and دكتور محمد بربراوي عملنا awake craniotomy لمريض عنده مينينجيوما بالرايت بارايتال لوب اوف ذا برين. مريض صحي بالعملية، وانا خدرته لانه عارف المناطق اللي pain sensation فيها السكين، السكالب، السكين والسبكوتينيس تيشو تحت البيروسيوم تحت الديورة، خلص فيش بين. ما توصلنا هناك مع شوية سيديشن المريض اشتغل 4 ساعات ونص ولم يشعر في بين. اذا البرين لا يوجد فيه برين ريسبتورز، انه مركز الالم. هلا بدنا نحكي للبين، هل هو يعني صفة حميدة ولا صفة نعمة ولا نقمة؟ قد يكون نقمة وقد يكون نعمة. البين إذا كانت نعمة، say about you got chest pain immediately you rush to the hospital، بعملوا كاف، بحطوا stent diagnostic therapeutic أو bypass، إذن هاي إشارة كويسة. إلا إذا كنت
من ناس اللي يعني حظهم تعيس، كان عندك ديابيتك وادفانس ديابيتك وبضرب نيوروباثي، بطب فيك سايلنت ام اي، بموت المريض وانت تطلع عليه بقولش اي. ليش؟ بصب عنده، بس عندهم ديابيتك فوت، بصب عندهم ام اي، بضرب السنسوري للنيرف ترانسميشن، فبطل يحسوا. يا حرام هذول ايش الديابيتك. الالم اذا ظل اكثر من 3 شهور بنقول عليه انه كرونيك بين، زي الماليجنانسي وزي الامراض الاخرى، وهي لها علاج اخر. هلا بالنسبه للبين قد يكون ناتج عن بوتنشال نيرف دامج او ما فيش نيرف دامج، انت بتروح على النيورولوجيست بفحصك فحص دقيق وبتشوف فيش فيك باثولوجي، ما في، بنسميه نيرف ديسفانكشن. قد يكون ترايجيمينال نيرف نيورالجيا، هيبدا علاج للبين كلينيك، او فانتوم لينك، او نيورالجيا، او كوجال، او كوجالجيا، او سنترال بين. انما الاكيوت بين اللي احنا بنهتم فيه التروما، التيومر، اسكيميا، كل كيبين في الفيزرا اذا صار عندك بروبلم، او انه مثلا صار عندي ال post-operative pain وهي most important. post-operative pain، إذن لما نعالج إحنا post-operative pain منقول للمريض في pre-operative assessment before the operation days or سويعات، ويفضل يكون عندنا anesthetic clinic ومنشوف المريض almost a week ahead of operation ومنقول له عن كيف التخدير، ومن ضمنها نحكي له عن post operative care اللي هي post operative pain management. فمنقول له انه انت بعد العملية بنعطيك زي مسطرة فيها 10 سنتي سكيل هاي، وعشان يشوف ال pain mild او moderate او severe. اذا من 0 to 3 نقول له هذا mild، 3 to 7 يعني 4 to 7 هذا مودريت، من 7 to 10 سيفير بين. إذا مريضنا بالريكفري لما يكون مودريت إلى سيفير بين محرم عليه يغادر الريكفري غرفة إنعاش. We have to treat the pain. Why؟ سامعيني؟ دكتور سامعينك. دكتور. كل شوي واحد يتنحنح عشان أضل على الخط معاكم. تمام. فلازم نعطيه بين كيلر. هلا شو البين كيلر نعطيه؟ انترا مسكولر انجكشن، ات هاز نو بليس في المودرن انستيك تكنيك. واي؟ لانه بتضل المريض بعد العمليه، بعد الجي اي، بعد الجنرال انستيك، بيكون بيعاني من سم سورت اوف هايبوثيرميا، ومن ضمن البروتكتيف ميكانيزم للجسم بيصير وايد سبريد فازو كونستريكشن عشان الجسم يحافظ على الفايتال اورجانز حرارتهم ما تنزلش، هم البرين والهارت والكيدني. بتلاقي اجره وايده يمكن حرارتها 35 33، ما تعطي مورفين اي ام ما بصيرش ابزوربشن، بضل يولول. بتعطي كمان 10 و10 10 وبطلع على الطابق وبولول من البين، وبتعطيه الممرضة 10 ميلي جرام مورفين. هسه قديش صار ماخذ 40 ميلي جرام مورفين ومش واصل مركز المورفين ريسبتورز للبرين والسبينال كورد، مش واصل، لانه ليش؟ فازو كونستريكشن. بعد 6 ساعات بصير في ري وورمينج وبصير ري ابزوربشن للمورفين، وفجاه بخش البلازما 40 ميلي جرام مورفين، ويمكن يعملوا ايش؟ ريسبيراتوري ديبريشن او اريست. اذا احنا بنعطي مورفين اي في. سامعيني؟ تمام سامعينك. كيف اي في اسمها patient control analgesia، PCA patient control analgesia. هاي كله في البري اوبراتيف اسسمنت بنشرح له اياه، بنقول له سير when you wake up after the operation you find like disposable watch around your wrist ولها 2 limbs
واحدة موصولة مع كانيولا بالدورزم اوف ذا هاند والثانية موصولة مع مورفين بيجينا من الفارماسي سترايل مغلق وموجود مثلا بباج في 100 ملي جرام مورفين في 100 سي سي نورمال سالاين يعني ال1 سي سي في 1 ملي جرام مورفين. When you have the pain you explain to the patient all you have to do press the button here and it will deliver لك 1 ملي جرام مورفين at a time. بقول لك سير can I overdose myself؟ قلوا no because في look out mechanism انه هاي الديفايس cannot deliver لك مورفين 1 ملي جرام every 5 minutes ومش اكثر من 12 ملي جرام every 1 hour. اذا بالسيف سايد برضه PCA اللي هو patient control analgesia بيطلعوش على طابق عادي، بيطلعوا على كورنر خاص بالطابق نيرس مدربة وترند to treat if respiratory depression has happened. يعني اي patient باخد PCA مورفين انفيوجن patient control analgesia لازم نعطي نيزل اكسجين كاثيتر 2 لتر بير مينت واحدة. اثنين لازم ناخد الفيتال ساينز كل ساعة. ثلاثة لازم نحط بلس اوكسيمتري للبيشنت شوف اوكسين ساتوريشن. اربعة الممرضة لازم تعد الرسباراتوريات كل ساعة، اذا نزل الرسباراتوريات عن 8 بير مينت بتوقف الدريب، واذا نزل عن 6 الممرضة she has the authority to give naloxone اللي هو antidote للمورفين and call the anesthetist. فاهمين؟ تمام. إذن هينا إحنا بالسيف سايد. طبعا المورفين هو الكورنر ستون للمانجمنت للبين، والمورفين سمي بالمورفين it is Latin word it means اسمه مورفوس God of dreams. It has been used for the last 5,000 years to treat pain and still number one. المورفين بعطيك analgesic وبعطيك euphoria، وهذا بدنا إياه للمريض يعطي sensation of well-being. حالة معنويات المريض بتهمني جدا. هلأ أفرض ما عطيناش المريض كفاية pain killer وعامل ميدلاين انسجن كبير لابراتومي وطلع على الطابق ومعطيه طبيب التخدير مورفين less than the dose اللي هو 20 مايك بير كيلوغرام واي في وبي سي اي اي ام it has no place in modern anesthetic technique. اذا لازم بي سي اي في اوكسجين بامب، ولازم الدوز نعرفها، ولازم النيرس تعرف الكونسيكونسز اوف يعني اذا صار عنده برادبنيا او براديكارديا لازم تكون حريصه، والفيتال ساينز اوبزرفيشن افري 1 اور. طب افرض ما اخذش هذا البين حقه، كما نشوف دول العالم الثالث ما منشوفش احنا الكير زي دول العالم الأول، ما منشوف. Why? Lack of experience, lack of interested أو إنه fear responsibility، بيخافوا من المورفين overdose وموت المريض. لا لا مش هيك القصة. إذا المريض ما أخذ حقه من المورفين وعامل midline incision كبير بصير ياخذ شلو رابيد بريثينج. ليش؟ لانه البرنسبل مصل اوف ريسبيريشن از ذا ديافراغم. الديافراغم اكاونت فور 75% اوف تايدل فنتيليشن. اذا لما بده يصير ياخذ بوست اوب بيقدرش ينزل الدوم اوف ذا ديافراغم تحت لانه جرحه بصير يوجعه، ما بيقدر ياخذ جود تايدل فنتيليشن. اذا مصير ياخذ شالو رابيد بريثينج. تمام احنا عارفين التايدل فوليوم قديش الفوليوم تبعها،
500 سي سي، 150 سي سي كبهم بزبالة ديد سبيس بظل 350 سي سي الإفكتيف ألفيولار فنتيليشن اللي هي بصير فيها غاز إكستشينج. لما يأخذ شلو رابيد بريثينج ما بأخذ 350 سي سي، سيأخذ يكون 100 سي سي، إذن بصير إيروي كولابس أتيلكسيسز هايبوكسيا وايت لانج. بعد 10 أيام بيمكن نحتاج إلى ري انتيوبيشن لأنه صار هايبوكسيا وصارت وايت لانج وصارت انفكشن، ويمكن ننزله على الاي سي يو فور الهايبوكسيا واللانج بروبلم. إذا إحنا البين مانجمنت it is very very essential part في البوست أوبراتيف كير. إذا ما عالجت المريض كاملا من البين تخديرك بيبقى نصكم مش كويس. يعني سامعيني ولا مش سامعيني؟ سمعينا. طب خلي السي آر يتنحنح كل دقيقتين يا الله، شو هذا؟ وين السي آر؟ أيوة، فهي واحدة المورفين. تاني الإبديورال، ما حدا بيعمل ميجور لابراتومي كبيرة إلا إبديورال في دول العالم الأول. دول العالم النايم لا ما نحضش إبديورال يابا. واي أول شيء يمكن تلاقي أطباء مش تريند للإبديورال to be honest. ثانيا والأهم، كيف بدي أطلع المريض على الطابق والإبديورال كثر بظهره، الممرضة ما عمرهاش شافته، يمكن تعطيه فيه أنتبيوتيك، يمكن يصير إنفكشن، يمكن يمكن ويمكن ويمكن. إذن الإبديورال not exist like دول العالم الأول، رغم أنه we are trained ومنعرف، ولكن ما منعرف برضو to save time. إحنا بصلتنا محروقة، بدنا نعمل عملية as short as possible، بدنا نعمل أكبر عدد عمليات في الثمان ساعات. بهمناش الكواليتي، بهمنا الكوانتيتي، بهمنا عملت 10 عمليات أحسن ما عملت عمليات كويسات. سامعيني؟ ايه دكتور. سامعيني. دكتور. إذن الكواليتي هي أهم، الكواليتي مهمة. إذن لازم أنا أحط جي اي مع إبديورال كومبايند. الوجود الإبديورال انفيوجن بتخفف الدوز of general anesthetic intraoperatively و postoperatively. بصح المريض ما فيش pain، pain free. ما احنا قلنا pain pathway من nerve injury مكانه للposterior horn cell of the spinal cord، ومنها spinothalamic crossing للother side. الإبديورال عند السبينوثالمك تراك تقطعها زي بسكينة فيستيولوجيكال كات، ما بتنقل ألم، بصير مريض ومبسوط وبأخذ جود تايدل فنتيليشن ومش خايف وفيش إنفكشن وهيلينج أحسن واند هيلينج أحسن وإنفكشن أقل وبصير يأكل وبيشرب وديسشارج بدري، وهم إشي بصب في لانج كونشن أن بأخذ جود تايدل فنتيليشن. إذا أين نحن من الإبديورال؟ إحنا بعيدين عن الإبديورال مثل بعدنا عن مارس، عن المريخ. واي؟ لأنه إحنا بنشتغل as team work. الأنيسة لحاله ما بيشتغل إذا ما مش متفق مع الجراح، مع التمريض، مع العمليات. يعني إحنا التعريف الجي اي وتعريف قسم التخدير اللي هو occupied، نحط احنا our nose ب 78% of hospital work. اذا اي مستشفى يتحول المستشفى الى مركز صحي متقدم. they cannot do it without you. زي ما انتم شايفين بالكورونا شلتنا، صح ولا غلط؟ صح. زي المشلولين هسه، احنا زي المشلولين. هلا جينا للبين، حطينا إبديورال وعطينا مورفين
واعطيناه نونستيرويدال. إذن الكومباينيشن of the drug بتقيم جزء كبير من البين. أنا ما بدي مريض يعاني من البين لأنه عارف الكونسيكونسز قد تؤدي إلى ديث ولان كولابس وإنفكشن. لما تقارن أنت مثلا توتال ني ريبليسمنت تعملها بالتراديشنال وي وتعملها بالسباينال. جرب توتال ني ريبليسمنت اعملها بالسباينال. انا بعملها هون لمرضاي بالسباينال وكل مقيمين عودتهم على السباينال وثري ان ون بلوك. نيرفين اثنين سبلاينج الليج الفيمورال والسياتيك. اعرف الاناتومي والسيرفس اناتومي بلوك هالنيرفين مع السباينال واشتغل توتال ني. اوجع اشي بالجسم اضرب واحد على ركبته بحديده تعمل له انتيريو كروشيت ليمت انجري عاهه مدى الحياه ومؤلمه. بقوم المريض توتال ني برقص بغني ما فيش وجع. حطيت له سباينال وحطيت له 3 ان 1 بلوك. 3 ان 1 بلوك يعني تضرب 3 نيرفز ان 1 انجكشن للفيمورال نيرف والابتيوريتال نيرف واللاترال كوتينيوس نيرف وذا ثاي. وين هذا فيمورال نيرف موجود؟ تخيل الانتيريو سيبيريو اليك سباين. كل واحد يحط اصبعه على الانتيريو سيبيريو اليك سباين تبعه. بتعرفوا وين تيجي ولا بتعرفوا؟ اه نعرف دكتور نعرف. وعند البيوبيك تيوبركل اللاين الواصل بيناتهم اسمه الانجواينال ليجامين. تحتيه حس الفيمورال ارتري بلسيشن. ميديال للبلسيشن الفيمورال فين. لاترال للبلسيشن الفيمورال نيرف. جيب نيرف ستيميليتور واعطيه 20 سي سي ماركين 0.5 مع الجي اي مع سوري مع السباينال بصحى المريض 100%. اذا هكذا المريض لما تعطيه توتال نير بليسمنت سباينال وثير. انا بعطش الا هيك لمرضاي توتال نير وبصحوا بسم الله ما شاء الله عليهم. طبعا لما انت تقارن السباين بتشوف مليون الف ادفانتج للسباينال اوف ذا جي اي. اول شيء انت افويد ذا كومبليكيشنز اوف ذا جنرال انستاتيك اللي هي مالجنانت هايبرثيرميا اللي هي ان اكسبكتد ديفيكال انتوبيشن اللي هي فوميتينج اللي هي مشاكل كثيرة هايبوكسيا. ثانيا السباينال لما بلوك انت السمباثيك نيرفز من الامبلايكس داونورد بتعمل وايد سبريد فازو دايلاتيشن للفيزلز اللي اراوند الني. متى صار فازو دايلاتيشن بيزداد بلد فلو. لما يزداد بلد فلو بتزداد الاميوغلوبينين والانتي بوديز وبصير الوند هيلينج اسرع والانفكشن ليس والديسشارج من الهوسبيتال بدري. واذا عنده برونكال اسما افضل للسباينال. طب بلاش عندنا من ضمن البين الليبر بين واللي هاي مش مذكوره يا الله خلي الستات يشكوا من الليبر بين وان شاء الله يموتوا. لا هاي الليبر بين انتهت مش موجود اللي عند المتخلفين. اول وحده ما تحبل بتروح على الجي بي بيستلمها لحد السكند ترايمستر بحولها للجاينيكولوجيست الاوبستريشن بالسيد ترايمستر بفحص البيبي التراساوند وكل شيء. ومن ضمن الانتينيتال كير بقولها لما يجيك التايم اوف ليبر انت اطلب الانيستيست عشان تاخذي اي بديورال للنورمال فاجينال ديليفري. ليش تعاني امك ولا اختك ولا بنتك ولا زوجتك 18 خاصة ما تكون برايمي جرافيدا 18 ساعة من الليبر بين ما بتشوف عزرائيين كل بوجهها من الوجع. ليش ما تحط لها إبديورال؟ ليش المانع؟ إذا كل واحدة she is going to have normal vaginal delivery she has the right to ask for إبديورال catheter inserted once she is in the hospital. وبعطيها هذا 10 الى 12 مل اوف ماركين تركيزه 0.1 وفي فنتانيل 1 مايك. يعني هلا بتاخذ مثلا 10 مل الخلطه هاي كل اور معاي
معك سامعيني؟ ايه معك دكتور. 10 مل من الخلطة كل أور. ال1 سي سي في 1 مايكروغرام فنتانيل وفي 1 ملي جرام بيوبي فاكين اللي هو ماركين. إذن راح يجينا سؤال عن الإبيديورال. لما نقول البيوبي فاكين الكونسنتريشن 2% ال1 سي سي كم ملي جرام فيه؟ جاوبوني. عشرين ملي جرام. ولما البيوبي فاكين يجي كونسنتريشن 1% قديش ال1 سي سي فيه؟ 10 ملي جرام. ولما يجي البيوبي فاكين كونسنتريشن 0.5% قديش السي سي فيه؟ 5 ملي جرام. ولما يجي الكونسنتريشن 0.25% ربع ملي جرام قديش الكونسنتريشن؟ 2.5. ولما يجي الكونسنتريشن 0.1 10% قديش السي سي فيه؟ 1 ملي جرام. الله يفتح عليكي. اذا انا بعطي النورمال فاجينال ديليفري 0.1 ماركين يعني كل سي سي في 1 ملي 1 مايك مايكروغرام فنتانيل. الفنتانيل الامبروف الكواليتي اوف بلوك وبرولونج الديوريشن وبتلد نورمال فاجينال ديليفري وهي مبسوطه ما بتسبش على اللي جاب الولد وابو الولد وام الولد وعلى الحبل تبقى مبسوطه. اذا why we have to keep the patient suffering في النورمال فاجينال ديليفرينج؟ why افرض ما اعطيناهاش شو بصير بالمرأة؟ بتصير هايبر فنتيليشن من الوجع وبصير اسبيراتوري الكالوسيس والاكسجين ديسيشن كيرف شيفت تو ذا ليفت بتبطل تعطي اكسجين ديليفري للبيبي وبتصير ديستريس وبتصير انكشس وبيطلعوا الستريس هرمون ادرينالين نور ادرينالين سيروتونين كاتيكول امين انتي دايتيك هرمون بخربوا كل الباثولوجي تبع الومن وهي تلد. اذا it is mandatory وهذا الحكي من جديد من 20 سنة كل واحدة and they're going to have normal vaginal she must have epidural catheter. انتهينا. طيب دكتور ليش مش معممة هي على كل المشافي؟ هاي لانه اول اشي الاطباء مش تريند. اثنين التمريض كلهم مش تريند للبوست اوب كير. اوفردي طبيب حط ايبيديور الكاثيتر وطلعت على الطابق وقامت اعطت فيها الممرضه شفت السي انتيبيوتيك بتخافي يصير انفكشن ومينينجايتس. لازم التيم يكون مدرب الطبيب المخدر الانيستيست الفني التخدير الممرض والتريننج. هاي عندنا in this country مش موجودة. هاي الخدمة موجودة لكن كمان كينج عبد الله هوستن نعملها الإبيديورال ولكن مش وايد سبريد. ولكن في مستشفيات تانية بعرفوش عنها إشي وهاي مهمة. هاي ماشي دكتور. شو سايد إفكتس للإبرة؟ مش فاهم السايد افكتس للابره اللي هي للابيديورال. اها السايد افكتس احنا وين وي اكسبلانيشن تو ذا بيشنت. هاي انت اجت وحده ولاده. احنا بيو كي لما كنت بريطانيا كنت كل يوم بالليل احط 10 الى 12 ابيديورال بتطلعي بتقولي لها بدي احط ولكن تذكري لها الفولوينج سايد افكتس. شي مايت فيل هيدك شي مايت فيل باك بين she might feel weakness in the legs يمكن she might feel retention of urine ويمكن يعني اوصى انك تضرب الديورة بالتوي نيدل لانها لارج 16 جيج. اذا فت كثير يعني ما ضل وقفتها عند ابيديورا الكافي سبيس ضرب هو بتضرب ورا تحت الابيديورا شو في الديورة معي ماك دكتور.
يعني انت لما تمشي من السكن للسب اراكنويد سبيس، عدي معي سكن سب كوتينيوس تيشو سوبر سباينس ليجامنت انتر سباينس ليجامنت ابيديورال، بس هناك احنا بنوقف. اما اذا فتي ضربتي الديورة بتفوتي على السب اراكنويد سبيس بتفوتي الدوز تبعت الابيديورال اللي 20 سي سي الى بالسب اراكنويد سبيس، بنسميها توتال سباينال انستيزيا، يمكن المريض يموت. لذلك بدها تريننج. احنا لما نحط سباينال بنحط بس 3 سي سي ماركين، فهمتي؟ اما لما نحط ابيديورال بنحط 20 سي سي. تصور ال 20 سي سي فاتوا بالابيديورال بالسب اراكنويد سبيس، شو بده يصير بالمريضه؟ توتال سباينال انستيزيا. ويمكن هاي يصير في بنسميها ديورال تاب، ديورال تاب، يعني احنا خرمنا جدار التيورا وفوتنا جوا. هاي هي معظم السيريال سايد افكت. ماشي تمام. فلازم يكون تريند تريند انيستيست، لازم يكون تريند. لذلك سامعيني؟ سامعين دكتور، سامعين. لذلك في بريطانيا عاملين لقسم التخدير زي سب سبيشاليتي. ممكن جراح البريست رامي غان اللي كان هون يعمل كولونيك سيرجري بعملش، ممكن الفاسكور سيرجري يعمل ثايرويد بعملش، اذا في سب سبيشاليتي. ممكن البلاستيك سيرجري يعمل لابراتومي بعملش، اذا زي ما في سب سبيشاليتي بالجراحه العامه. هاي من مليون سنه ببريطانيا صار سب سبيشاليتي للتخدير. بنفعش بتاع كله سبع صنايع والبخت ضايع، تشتغل 100 سنة اليوم وتخدر ابن يوم ثاني ساعة، ما بصير هذا الحكي. بدنا نحط سب سبيشاليتي، ولكن هاي بعد نفار عشان نعمل سب سبيشاليتي للتخدير. يعني بتلاقي قسم النسائية وقسم الماترنيتي ولوبوستك في كونسلتنت انيستيس قاعد 365 يوم فوق معه تيم المقيمين، ما بخدرش الا سيزيريان وغايني فقط، ما بنزل بخدر سكوليوسيس. فهمتوا؟ السكوليوسيس الى طبيب تخدير خاص، الاي ان تي طبيب تخدير، التيومر كرينيتي وهكذا. السبسبيلتي احنا لا طعه وقايمه، طعه وقايمه بتخدر كل شيء. يعني هون حتى انا هسه عندي عمال، هذا قصير قال لي بعرفش اعمل بلاط، جبت واحد للبلاط، واحد للكساره، واحد للتراشه، جبت واحد مسلجي مد المواسير، رانهم بيعرفوا يعملوا ببيوتهم، بس قال لي بعرفش اضبط لك اياها. يعني هذا العامل. انت سامعوني ولا مش سامعيني؟ بلا بلا دكتور. اذا لازم يكون سب سبيشالتي عشان شغلك يكون بيرفكت. ان الله يحب احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه، مش مشي وبس. اتقان العمل من الايمان ومن الرضا من رب العالمين، وقبل رضا المريض وساتسفاي يور سيلف. انما شغل القلق قلق هذا ما ينفعش، فهمت علي؟ اذا هذا سب سبيشاليتي زي الميديسن. هلا شوف تبع قديش عندك بالميديسن، واحد للروماتولوجي. هسه عمار دكتور عمار بيشتغل استنت، بحط شبكيات، بحط لا وتبع الابصر ايش، خلص حطوا سب سبيشاليتي. انما بس بالزمان احنا لسه مش حاطين سب سبيشاليتي زي الباطني وزي الجراحه. لازم نحط في التخدير سب عشان نتقن العمل اللي انت بتشتغلي فيه. هلا بنيجي للاذر، قلنا ابيديورال، قلنا مورفين، يمكن نعطي باراسيتامول معاهم. انا بريطانيا كنا نسميه كوكو دامول. كوكو دامول الحبة فيها 500 ميلي جرام باراسيتامول وفيها 6 أورني نط إكسيد، يعني 4-6 ميلي جرام بير 24 أور، لأنه بتعملك ليفر دامج.
وأكثر طريقة للانتحار في بريطانيا صارت بلع حبوب الباراسيتامول. إذا لحقتي للمريض أو المريض هذا الأهبل بينتحر بيعملوا غاستيك لافاج وبتعطيه أنتيدوت أن أسيتايل سيستين للليفر إذا لحقتي for the first 12 hours. ذلك بريطانيا هذول بنباعوا الأدوية بدون سبسكريبشن بس صاروا ينزلون 12 تابلت فقط. طيب في عندي النون ستيرويدال. النون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري هاي طلعت في الليت 50s والإيرلي 60s وكانت ممتازة. وين السايت أوف أكشن تبعها؟ تشتغل عند النيرف إندينجز البروستاجلاندين سايكلو أكسجينيز، ما بتخلي هاي الميكانيزم يعمل ستيميليشن. إذن صارت تعمل دمج للبروستاجلاندين. الناس كيفت عليها من الستينات لحتى الألفين لما معظم الناس طب فيهم السايد افكت تبعينهم. تعمل بيبتك ألسر وبتعمل بليدنج من الستومك وبتعمل يمكن سم صوت برونكيال أزمة وبتعمل رينال دامج. لما الناس يمكن تعمل بيدنج تندنسي لما الناس صارت العالم شافوا السايد افكت بطلوا يستخدموهم كثير هذولا النون ستيرويد لأنها بتخوف. يا مناس انتهت برينال فيلير من الكرونيك يوز وفنان ستيرويد الانتي انفلاماتوري خاصة الاولد ايج. واي؟ لانه والختيارية بيشربوش مية. احنا we are living in tropical country we have to drink at least 3 liters of water every single day summer or winter. حتى بوينتر تفقدي مية اكثر من الصيف. واي؟ لانه لما تشغلي انت الكونديشن او السنترال هيتنج تطلعي على انبوبه الكونديشن برا بتطلع سطح الميه برا بتسحب الاتش تي او من هواء الغرفه بصير هواء الغرفه دراي. جلدك بنشف، عيونك بنشفوا، كورنيال ابريجن بطب فيكي. اذا بدك تحطي مويستشر داخل الغرفه. يعني في هلا دفايات كهربائيه على الفيشة وحاطين جنبها غلاية بتطلع H2O. ليش؟ عشان نحافظ على رطوبة الغرفة. احنا الله خلقنا الريلاتيف هيوميديتي 60-70% لازم تكون مية بالهواء. لما ننشفها شوف عيونكم شو بصير فيها كورنيال ابريجن، يمكن تنتهي كورنيال ألسر ويمكن تنتهي فيرال كونجنكتيفايتس وانت مش منتبه من السبب. إذن ديهايدريشن مهمة والريهايدريشن مهمة قبل ما أوصف نان ستيرويدل. إذا في أي رينال إمبيرمنت أو برونكال أزمة أو بيبتك ألسر it is contraindication. طبعا الكرونيك بين say about CA كولون أو كان بنكرياس نمسيليك بلكسس بلوك أو منحط له فنتنيل باتش. الفنتانيل هاي بتيجي مثل لزاقة تبعت الاي سي جي بس اكبر وبتطلع من 3-4 مايكرو كل ساعة وبتضل يومين 3 عشان تعالج التيرمينال إلنس. ولما يكون سي اي وكولون وصار عندنا السرطانات بالاردن كثرانة وشوف مركز حسين للسرطان روح شوف بتقول كل اردنيين عندهم سرطان روح شوف الاعداد الكبيرة والأسباب كثيرة الأكل والشرب والبوليوشن الهواء والمية وأبصر إيش وسم البدن والسترس كل عوامل مسرطنة اجتمعت والسهر والسهر أكبر سرطان ولاك أوف سليبينج والبلاك ثوتس والثينكينج والخيار للمهرمن حطيه بدرجة الثلاجة قد إصبعك بعد 3 أيام بيكبر لحاله. سامعيني ولا مش سامعيني؟ فهاي كلها اشياء لما يجي سي اي كولون ويصير ميتس يا
يعني ينتقل مثلا للليفر لا سمح الله وللنج وللبرين وللبونز ووايد سبريد منصير هذا تيرمينال إلنس وبصير يعني الجراحة فيها كونترافيرزي تشتغل ما تشتغلي. فهون هذا بده بالياتيف مانجمنت بالياتيف كير نعطيه مورفين to leave him to die in peace not in pieces لما يصير وايد سبريد ميتاستاسيز للتيومر. في ناس بيقولوا برضو الستيرويدز it has a place انه بتخفف الإيديما وبتخفف البريشر على النير إلها شغل في في ناس بيحكوا ترانس كوتينيوس نيرف ستيميليتور, في ناس بيحكوا عن كريوبروب, في ناس بيحكوا عن ديستركتيف. هذول زي ما تقولي يعني كانسر هيد أو بنكرياس مندخل إحنا فينول أو الكحول نعمل بيرمننت نيرف دامج, أو الكريوبروب نعمل فريزنج للنيرف, أو ترانس كوتينيوس نيرف ستيميليتور نشتغل على النيرفات اللي استيميليت البين, أو في الأكوبانكتشر طريقة صينية وانتشرت في لندن وصارت إلها جايدلاين لأنه الإبر بالأكوبانكتشر وجدوها هي السبب الرئيسي لنقل هيباتايتس بي. لما تيجي عندي بالعيادة بلندن وحط وتقعدي 4-5 ساعات وحط برقبتك 60 إبرة وبظهرك وين بوجهك رقبتك, وهاي الإبر ناقلها من مريض قبليك بتنقل هيباتايتس بي. فهي حنحط لها جايد لاين بلندن وشهادات ومراقبة, ومش أي واحد بيعمل أكوبانكشر, وهي يعني بتساعد على الكرونيك بين. بس أهم شيء أهم شيء للكرونيك إلنس بيكون مصحوب مع سم سورت أوف ديبريشن. إذا عطينا إحنا مثلا بروزاك أو ترايسايكليك أنتي ديبريشن it will be very helpful. إذن هاي محاضرتنا اليوم عن البين, نرجو أنها نالت استحسانكم. الله يعطيك العافية. بالنسبة للموضوع الأسئلة, الأسئلة لن تخرج من هذا الكلام اللي حكيته. أنا عندي ورقة قدامي عشان ما أظلمكوش, اللي حكيته كتبته على الورقة. تمام. الله يعطيك العافية دكتور. تاريخي تاريخي مع طلاب خامسة ومع الأسنان بحكي لهم هيك لما تكون الأمور معلقة ومنكون إحنا أقوى من الكورونا. آمين يا رب. يعني وين هالكورونا؟ جيبي لي إياها ولا أدعس على رقبتها. قدها قدها. إن شاء الله. إن شاء الله قدرنا يعني ها يعني نساعد. يعطيك العافية ما قصرت. الله يعافيك. الله يعافيك. وإن شاء الله الأسئلة زي ما طمع هي الورقة بدي أحطها هاي بالكتاب منها بتيجي الأسئلة بإذن الله. ماشي إن شاء الله. يلا السلام عليكم. السلام.